إطار نشاطات لجنة الإغاثة لجمعية علماء المسلمين وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، دائما وفي إطار المساعدات التي تقدمها الجمعية في إطار محاربة داء كوفيد 19، استلمت اليوم مديرية الصحة والسكان 23 جهاز إنعاش المساعدة على التنفس، وهذا كهبة وكمساعدة لولاية خنشلة. هذه الحقائب التي في عدد 33 تحتوي على الأقل على 12 ملحق في كل حقيبة من ملحقات التنفس الاصطناعي الإيجابي المستمر.